بسم الله الرحمن الرحيم. نبدي إذن بالمحاضرة رقم 10 والأخيرة في دورة تدريب على برنامج ستاد برو، من أجل يعني حقيقة يعني إيجاد طريقة وتول فعالة للوصول إلى قرارات هندسية رصينة، وخصوصا الآن مثل ما كان في نهاية المحاضرة السابقة تكلمنا عن مجموعة أشياء ممكن البرنامج يساعدنا في اتخاذ القرار، من ضمنها مثلا استعمال الهيدن بيم، هل هو يعني فعال في الحياة العملية أو غير فعال، ممكن نستعمل البرنامج ونصل إلى فد نتيجة، وهكذا كثير من الأشياء مثل تمثيل التربو بسبرينج وغيرها. خلينا نشوف الحقيقة شو نكمل من معلومات إضافية في هذه المحاضرة. إذا عندكم ملاحظة أو شيء نبدأ بها ولا نستمر؟ جيد. إحنا نعم إبراهيم تفضل. إذا كان الهيدن بيم مو هيدن بيم، جزء من عنده ظاهر وجزء من عنده هيدن بيم، فهذا بيم. نعم. البيم يعني من يصير الثيكنس أو إبراهيم أكثر من سمك السلاب إذا صار بيم. لنفرض هنا عندي حائط بس هنا عندي باب. مثلا فما خلي عاثوره انزل هنا، شلون هذا يتعامل وياه؟ لان الجزء الكبير من عنده نورمال بيم، بس فتحه الباب اريدها بنفس المستوى، لازم اقص من البيم، اقلل الدبس الحديد. يعني هذا احنا بصراحه من انطينا هذا الحل، يشتغل بيم هو الدبس اذا اكثر من البيم. انا اعطيك مثال ابراهيم، صار في البنايه مع القسم المدني اللي انا اداوم به، يعني صار لي 23 سنه أنا صممت إنشائياً القسم، فاستعملت هاي الطريقة inverted beam، يعني أقلب البيم لي فوق وما بي باب، ماكو باب بهالمكان، قلت حتى نخلص من القضية ما بين جوا ويصير لي فوق. فصار بغرفة رئيس القسم وأنا صرت رئيس القسم، صار بغرفة السكرتارية، يعني السكرتارية انقسمت قسمين، غرفتين صغار، غرفة داخلية وغرفة للسكرتارية. فاليوم فكرنا طبعاً سيت التصميم ومرت الأيام والسنين والكذا وجينا بالبناية نداوم، فكرنا انه سكرتاريا نكبرها اول شيء حتى ساعتها شباك، فذني الفضائين المجن دمج واحد. ففعلا بوقتها يعني اتذكر كان احد خريجينا مهندس بلاسم، هو مهندس المشروع، اي فقلت خل اخذ رايه اشوف انه هو بكت يتذكر الناس كل شيء عن التصميم. فخبرته قاشه قالت مو خال انفيرتد بيم هنا بين ذني الغرفتين، يعني ما نقدر الان نفلش الحائط بالنص، اذا فلشناه يبقى بيم طالع دتش عاثوره مثل ما بيكون واحد يشبخ ويعبر بين الغرفتين. فبكتها تاسفت انه انا مستعمل هذا الانفيرتد بيم، لانه انت تقول بارتيشن، يعني بارتيشن في اي لحظه يكون شنو؟ ممكن رفعه. هاي وحده. بمناسبه هذا الكلام بصراحه كلام ايضا مهم لازم اقوله، من نقول بارتيشن يعني بالتنفيذ يكون هم بارتيشن. يعني انا اتذكر شنو طالب ماجستير انهارت بنايه بساحه الطيران. وين كان القسم الداخلي مالتنا؟ أيه. مصف اول من كنا. أيه صح. تتذكر اكو بس ورا انا بعدين. صح. وين يعني مو جهه هاي التمثال اللي كان بيحصن حصان، الجهه الثانيه. مو الحصان ايش الصفحه؟ لا البنايه انهارت من هاي الصفحه. اي اي بحيث بنايه يعني فد 8-9 طوابق. يم الخلاني، قبال الخلاني. نعم بالضبط. وهاي شو مسامي بها الحادثه؟ فشنو الطلاب؟ على ايدك يا ستار. نعم دكتور. ايه امزين لك انا مسبب قبلها بسبوعة قالوا لي تعال عالجنا هاي لعمدة انجكشن وانطي السعر وما قبلوا بيها. ايه انتظر قبل اسبوعين هي وقعت. صح. يعني يشحور بيهم ابوها. صح. يعني هيك الخواطع مروت سنة. ايه ايه فكان عندنا تحوير بها صح البنايه قال انا لا يدخل تعال موجود فوق. نعم صح. اي اي اتفاق غير معجز مو عجز انا أنا أقول في شيء بصراحة حسابي، يعني ما تجيب الطائر البناية، لأن أنا ما أعرف بالضبط شنو حساب الانهيار، أبو هاشم عنده أسباب، بس في وقت سمعنا إنه فلشوا قواطع وانهارت البناية. أنا رجع على هاي الجملة، بس قد هذا يكون كلامهم صح لو مو صح ما أدري، بس أذكر هذا الكلام. مرات القاطع يشيل لود ترى. المفروض ما يشيل. فهذا السؤال. هل القاطع يشيل لود؟ وليش يشيل لود؟ وش وقت يشيل لود؟ وشلون نعرف كذا؟ هذا موضوع مهم. هذا موضوع كنت تفكر به قبل ما تزيل اي قاطع. ممكن شوي نحكي فيه في الدقيقتين؟ اعتقد هذا مهم. ها؟
ثلاث دقائق اوكي. لازم شو مسوي نحن؟ شوفوا اللود ينتقل عن طريق الديفلكشن. اللود ينتقل عن طريق الديفلكشن، يعني خلينا نجي نرسم رسم. اذا اكو منبرين الان بهذا الشكل، حتتعرفون شنو تاثير سيكونس مال التنفيذ على هاي المساله. خلي نمسح هذا، ما اعرف شو الصفحه قبطت او بيها يمكن وين اطلع هذا السل الجانبي، شلون اطلعه وانا ما اعرف. اوكي اي بيج سو اوكي كلش مستعملين هذا الون نوت، بالرغم هو ممتاز جدا بصراحه المحاضرات. اوكي زين، الان هذا هسه السلاب بيم سيستم، وهذا الكولوم منا وهذا الكولوم منا. الشكل الطبيعي انه هسه اني عندي حائط، هذا هو الحائط، خوش ديم لهذا الفراغ. الان هاي الصوره ما مبين انه هسه الحائط دا يشيل من، يعني هو جوا بس هو هذا قاعد عليه ما قاعد عليه. هذا شو يعتمد؟ يعتمد على الديفلكشن. شنو قصدي بالديفلكشن؟ خلي اجي ارسم الديفورمد شيب مال هذا البيم. الان شوفوا كل ما ينزل هذا البيم اكثر، كل ما يذب ثقل عليه من؟ على الحائط. شو وقت ما يذب ثقل نهائيا على الحائط؟ من ما ينزل نهائيا؟ راح اسوي يعني الحافتين وبعد شوي يطلعين بالنص. يعني اولا انا اريده مثلا يذب كل ثقله على الحائط، فابني الحائط اول شيء واجي اصب فوق الحائط. لهذا الان كل ديفلكشن راح يصير وين راح ينذب؟ فوق الحائط. هذا ينقل اللود مالته بشكل كامل لمن؟ للحائط. هذا الحائط هذا تغير اسمه من قاطع الى شنو؟ بيرنج وول، جدار حامل الاثقال 100%. حتى لو هو بيتسليح وبيجدران وبيبيان حتى لو طبعا، الا اللهم اوخر الحائط من جواه او افرغ جواه كذا يرجع تشتغل هاي، ولا ما يشتغل. لهذا احنا دائما نقول يا جماعه البيرنج وول من تبنون بيوت من كذا، حريمه تجون تسوون جسور فوق الحيطان وتذبون بها كومه حديد والدبث، هذه خساره. ما يفهمون الناس ما تفهم مثلا، بس حتى اكون دقيق، حتى اكون دقيق الخارجي غير شكل، ما عدا الخارجي. ليش الخارجي؟ الخارجي يسموه حزام، يعني حتى الان اكو حتى بالمواصفات العالميه قاعد يبدون يفكرون بهاي المساله الخاصه مع الارهاب والانفجارات والكذا، انه اكو فشي ضافوه للكودات يسموه روبستنس، تمتين بالعربي. تمتين يعني شنو؟ يعني أنت كل ما تحزم بنايتك أحزمة كونكريتية قوية أو مو أي مادة أخرى، كل ما يكون تقاوم أكثر اهتزازات وهاي الأحمال اللي هي غير تقليدية abnormal مو اعتيادية تجيك وأنت ما حاسب حسابها. إلا الخارجي أنا أقول بي منطق ممكن، لكن داخليات لا. على أي حال هس خلينا بموضوعنا، هس هاي حالة. حالة الأخرى لا، أنا سويت صبيت البيم ووخرت القالب، شوف هاي الكلمة مهمة، حتى شنو صار؟ الديفلكشن صار. وجيت بنيت، شوف من راح ابني هسا خل اوخر الحائط صار الديفلكشن. شوف وين صار مكان الحائط؟ لا اسمح لي، صار ملئ، يعني صار شيء مجرد تاتش، فكل شيء ما يجي لود، يعني الديفلكشن خلصان. نعم. قبل الحائط واحنا بنينا بالضبط. اوكي خلينا نجي الحالات اللي هي ان بتوين، يمكن واضح الان بتوين شنو. الديفلكشن ما خلصان، الديفلكشن مثلا جاي بس الديد لود، بعد اللايف لود ما جاي، البنايه بعد ما شغلوها، فراح يصير ديفلكشن شنو؟ اضافي. هسه شنو رايكم؟ شلون قليل بس عافية الناس هنا. إذن القضية
ايش قد يعني ايش قد ما يصير ديفلك يعني ايش قد خلصان من الديفلكشن ايش قد ما خلصنا من اللود ما يجي على الحائط اللي بنيناه بعدين لكن وانا بناء الحائط ايش قد راح يجي ديفلكشن هذا اللي راح يقوم بنقل اللود المن للحائط لهذا بصراحه نقدر نقول يعني عشان نقدر نقول نرجع ارجع اخلي لي كرسي من هذا الصغير اللي طبق واقعد باوع التنفيذ صبه وخلصوا اجابوا على الديفلكشن صار بي خلص الديفلكشن اباوع شو قلت راح يبنون الحائط اكيد راح اتمنى اذا انا قاطع من صدق بيرفكت بارتيشن اتمنى القاطع حتى يجون الناس والاثاث وبعدين يبنون القاطع يعني ما ممكن طبعا خصوصا من طابوك فواضح هذا الان يعني هاي البنايه الحقيقيه وهذا التصرف وهذا الحقيقه الفرضيه مالتي انا كمصمم وخل اذكر حادثه صارت براس الدربونه مال الجواهري كلكم سمعتوا بيها من انهارت اربع خمس اعمده بلحظه واحده محمد جعفر والبناء شويه تحرك كذا صار بيه كراكات شنو صار هاي بعد مثال اخر مو على الحائط على كولوم اللي هو كولوم فولس بس شكل خلاص فاجس ما سمعت بيها انا ناس عبالهم انفجار لانه تدري هذا الفشل مال الكولوم ما ادري فشل المكعب هم انتوا فحصتوا شباب بالمختبر اكو صوت مو بالاخير يعني ترى الفشل يعني شبه صوت مثل الانفجار صوت يعني خرع وين ابو هاشم ما في مشاكل توصل يعني هي نموذجيه لدرجه سلبيه انفجار تمام فعلا بالمختبرات صار عندي يعني بالكل يعني شنو هي الحاله خلينا نجي نرسمها ونشوف شنو هي الحاله وهاي تفيدكم ورحنا شفناها بس بدنا نصورها ما عندنا هاي شويه ثقافه يعني خجلنا لانه الناس كنا خافوا يقولون تدوا لا فيسبوك وما شنو يعني ممكن بينما هو مفروض كل مهندس خصوصا اذا كان بعدهم باحث او استاذ او كذا شلون الطبيب من تجي كيس مرض كذا راسا شو يسوي؟ تقول صوره ويسوي له ارشيف لان هاي الاشياء هي دروس كون تصير دروس لتعليم الهندسه استاذ حسن نعم احب ان احكي المثال تفضل يعني شغله الديفلكشن يعني صايره الان حاله هذا بالابنيه يعني ما اقدر اتغلب عليه بحيث يصير عندي لا انا هسه ما احكي عن استاذ حسن انا احكي عن انه القاطع دا يشيل لود وما دا يشيل لود فدا اقول الان دا اعرفكم على هالقضيه انه يشيل لود بمقدار ايش قد راح يجي ديفلكشن بالبيم بعد بناء القاطع أرجو أن تنتبهون للجملة ودقتها يعني حتى الكود ترى يذكرها بالليميتيشنز يقول روح تشيك الديفلكشنز التي بعد بناء القواطع المعرضة إلى أن تتكسر إلى خليصة بالدفلكش نعم محمد لا أنت العفو أنت أناقش شغلة مو أنه القاطع شي يصير بي أو كذا أنا جاي وارد أفلش قاطع هتشي كيز هتشي كيز أرد أفلش أنا أول حياتي الهندسية أخذ من رئيس القسم أستاذ فؤاد رئيس قسم الإنشائيين رجل كبير عمره بالستين بالسبعين وقال أمشي وياي هذا كتاب جاينا من فندق بغداد فندق بغداد شارع السعدون واحد من أهم يعني أقدم الفنادق كان بوقتها وحتى طبعا بعدين هم صار مقر للناس اللي عافية الأمم المتحدة والسوالف الأخرى زين حتى استهدفوا كوما فندق هذا زين هذا قديم أقدم من الشيراتون راح طبنا على اهل الفندق وشي هم شنو جايبين كتاب يريدون يسوون قاعه من مناسبات اتذكرت شيء اواسط التسعينيات بدت الموده مال قاعات المناسبات بدت هذه يعني هم هذا الفندق قديم ما به شي قاعه يعني بحيث اعراس ومناسبات وشي فاجوا لازم راينا احنا بعد مركز الادريسي واهم مركز تابع وزاره الاسكان والتعمير قال احنا هذا الحائط ما نريده هذا الطق هذا احنا بعد باوى يعني خرائط ضايع الخرائط ما ادري شنو كل شيء ماكو والله احنا جبناكم عشان سوينا اعتذار ورجعنا يعني هذا يعني انا مو اني انا بعدني صغير قاعد اتعلم ويا المهندس القديم اللي هو رئيس الانشائيين كان رجل كبير بس زين من يوقع بعد انتهت هاي القضيه ابروفد لكن شفت انا من شفته هو يخاف اكيد انا شرحت ربه على الخوف اكيد ليش؟ لانه خرائط ماكو ما تدري من البارتيشن ما تدري هسه حتى البارتيشن ايش قد شايل ثقل وما ادري ايش قاعد تشوفون الشغله شلون فلهذا انت هم الان علمك ان تفكر هيك حتى لو في اكو خرائط كون تسال عن السيكونس اوف كونستراكشن
إذا تقدر تلقى شهادات من العمل من الكذا شلون شالوا الثقل أو لا تحلها مثل ما أكثر ناس يحلوها. شو يسوون أنتوا عاد؟ لا طريقة أبو هاشم هاي ما أتبع أبو هاشم جسر على لا. أما تحصل شيء المانة زوج جقات تحصل شيء المانة وهالشكل أو مثلا لا سوي أرتش تفتح مثلا على شكل أرتش مو كامل مشي القاطع كله تفتح قاوس تفتح كذا تبقي جزء من الحائط يشتغل خلينا نقول حتى نمضي ما نغلق الطريق تماما. بس الخلاصه مال الجمله انه خلينا احكي هاي الحادثه لانه هي مهمه. البنايه المصمم ايش فارض بيها كانت ليبر فندق كانت ليبر هاي هنا طبعا دربونا من نار جامع الجواهري وهاي البنايه هيك وهذا الرصيف وهذا الشارع ناصح عن فاطمه على المشروع شارع زين العابدين عليه السلام امتداده. الشارع من ضابط خيط العمراني بالنجف القديمة لازم أكو دينك عشان هاي شارع الرشيد غيره أكو دينك بقطر ثابت وزين هاي الدينك لأن قطرها صغير فهم عنهم بعد يصعدون بالأبنية ارتفاعات كبيرة فلهذا هم يردوها كشكل بس يردوها شنو كشكل بس. فالمصمم مش راسم دينك السي وانا المشكلة يعني المصمم عبالة الخريطة بس كولومات وانتهت يعني كل حكي ما بيها يعني دائما الخرائط الأجنبية مليانة كلام مو جماعة شايفين خرائط ألمان وغيرها كوما نوتس وكذا يعني تايتل بوكس وهذا بأشكال حكي لأنه أكو ملاحظات لها علاقة بالتصميم. صح أنا مو جاي منفذ شي يسوي لقى أعمدة غير يصب الأعمدة قبل ما يجي يصب هذا الجسر والسقف صب الأعمدة صعد الآن هذا العمود كمل بناية اللود إجا كامل على العمود هذا العمود مصمم هو شكل فولس صغيروني انه قطره ما ادري 40 ما ادري ايش قد صغيروني زين طبعا ما تحمل مو بس هو ان خمسه سته شي واحد يم الاخ الاعمده كلهن فشلن في نفس اللحظه يعني وهذا الغريب سبحان الله ما صار اعاده توزيع باللود شيء يعني كلهن كانه اكسيا الله رجع عليهن وكلهن تكسرن هيك بهالشكل هذا والحديد هيك العوج هذا فشل الكومبريشن مال يعني عبك جوا واحد أكلهم أكل ها نرقب بالضبط من الرقبة الطحن بالضبط طحن كراشينج زين شنو السبب؟ السبب إنه كان المفروض يتنفذ هذا نمبر ون وورا ما يخلص هذا ويصير الديفلكشن اللي قلنا عليه مال كانتليبر تمام سلطان ومن ثم هذا أجي وأخليه مجرد تاتش وعلى وقت اخلي فراغ اذا خاف اخاف من ديفليكشن اضافي اخلي لي فت فراغ في الشيء حتى يصير بس تاتش مو يقعد عليه يجي يستند عليه من يستند معناها شنو نقل له شال جزء من اللود. هسه واضحه الفكره شوف الان التصميم مو بس خارطه التصميم ايضا بسيكونس مال كونستراكشن اللي هو التتابع التنفيذ من يتنفذ قبل من نعم هذه ترى اهم البنايه صار فيها شيء بنايه او بس كولومات نعم في وقتها البنايه طبعا هو الخرعه وكذا والهوسه والكولومات والناس ما تدري فجابوا يعني احنا انا مع اسف ما شاركت بالموضوع ناس راحوا من اصدقائنا صار شويه كراكات داخل البنايه نفسها لان تعرف بعد صارت حركه مفاجئه وجه ديفليكشن مفاجئ وشيء فصار يعني بعض الاشياء يعني عالجوها ومشت الامور بشكل طبيعي. اتوقع هو يصير فوق لو جوا لو فيهم احتمال يعني شنو فوق لو جوا؟ هو انا لازم امشي راح يصير نقول العفو عاده تغيير فوق لو جوا يصير اول شيء اسويه لا لا تسمح لي ماكو كولومات فوقها لا لا هو نعم. اي شيء منبر نعرضه للانضباط احسنت اي تمام مرشح بالحافات لو بالنص يعني حسب شلون ينتقل اللود إلى لأن هو لو سلندر كولوم والباكلينج راح يحكمه بالنص راح يصير بباكلينج ويلتوي وكذا لكنه هو لأنه شورت كولوم وده يصير بي يعني خلينا نقول انضغاط فقد يكون هذا مثلا تركز الإجهاد شلون ده يجي هذا طريقة التماس تعرف هو مو كلش يونيفورم حد يجي يعني بشكل منتظم. أنت قاعد سألتني بصراحة يعني أشرفت على فد طالبة عراقية بس بماليزيا شو مسوية العمود تغلفة بالبوري مال المجاري واحدة من طرق التقوية أو من طرق أنه حتى حصر العمود يعني أكو شيء يسموه الحصر حصر العمود فبداية سوت دورت بحوث أنه شلون يفشل العمود وصور ومختبرات وكذا ففعلا قسم مثلا فوق قسم يعني خلطة تجانسها
ما نقدر نضمن انه لان انت تجي كثيوريتيكلي تاخذ سكشن وين ما كان يطلع شنو نفس الاكسيال لود فيبقى يعني مثلا خلطه في مكان ضعيف الكفر ما ادري شنو شيء بس هو هذا الفشل انه الكور ينفجر وش يسوي يدفع كاشف بعض الشيء شلون صار يدفع بالضبط في هذا هو فعلا يسيح لك اكسبلوجن لانه يشبه الانفجار لانه الكفر يطلع لي برا ويصير مثل الشظايا او عفوا الاعمده والخلطه وعدم تجانسها اثناء صب الاعمده خاصه الاعمده المرتفعه لما يكون سقوط حر راح تكون من فوق احسن متجمع كل الحصوله اذا يعني جو اقوى وفوق يصير مثلا ضعيف أي. يعني يقول انه الكود ما ذاكر اكو حدود او ليميت للسقوط الحر لا ليش اعتقد موجود مو معلش بصراحه تدرون يعني هاي الاشياء تعاملوا ويا الكود بما يخدم التصميم فالكود بما يخدم مثلا الطرق التنفيذ والمواصفات اتصور اكو اكو متر ونص او ثلاثه ماكو اللي دارسين يعني انه حاطين متر ونص متر ونص مواصفه بريطانيه حطت اثنين صار عندنا مشكله موقع يعني جابوا لنا المواصفات ما يقبل احنا كنا احنا المكتب الاستشاري ما نقبل نصب اعلى من متر متر ونص صح شامر يعني طبعا من ارتفاع شوته خرطوم صح فقالوا ما في شيء جابوا لنا الدكتور عدنان لا تتذكر عدنان فالح عدنان فالح طبعا نزلنا تقرير انه ماكو بالمواصفات الاي سي اي ماكو يقول انه انت حد جبت لنا هذا الليمت اي مو تدري شنو مو هو يعني هاي فد سالفه فد قضيه مو مخصصه بالنسبه للجيل المستقبل يعني احنا ندرس على اي سي اي فراح يصير كل الشهره الاي سي اي استلمتنا من رساله من الاي سي اي كذا لكن ترى مو هو الاي سي اي الشيء الوحيد انت كنت تفهم انه اكو لكل شيء اكو كود لكل شيء اكو كود يعني انت هسه مثلا انت تسوي خباطه مركزيه هم اكو كود ومواصفات واي اس تي ام خاص بها وكذا ف يعني صح معك بالاي سي اي مال الستركتشر اشاره هذا الموضوع بس انا متاكد يعني اكو حتى احنا نسوي مواصفات الفنيه مو عندنا مواصفات فنيه يعني يعتمد على ادبيات الخرسان ادبيات الخرسان تقول ما يجوز السقوط الحر مو تمام ما هيك شيء بس بها نص يعني ما اعرف والله يعني اكيد مهندسين التنفيذ لازم اكو اريد ورقه انت علي مواصفات صح صحيح مواصفات عباقيه ذاتها الفنيه العامه اي بي اللي صدر من وزاره الاسكان مدونه اعتقد بال 2008 او 2012 عندهم فد اصدار عن كل اليات التنفيذ ذاكر بها اي جزء من المهندس المقيم خاف غيره دكتور غيره ديجيتال يلا خش زين بعد اذا حتى اي نرجع اي اوضح انه هذا الحائط هسه مثلا انا اريد افلشه وخاف من عنده وكذا اجي افلش على شكل قوس يعني ما افلش كل الحائط افلش القوس بس حتى شنو يبقى الحائط يشتغل بس ينقل لود هالمره شنو للجوانب بس قد المسافه هاي قمه القوس عن الحافه عن البيم ايش قد المسافه والله هذه بعد يعني هي رد لك كالكوليشنز احنا نشوف يعني يشتغل زي يسوون يشتغل لين قوي مو تدري شنو بصير الحائط هسه احنا ما نريد ندخل في موضوع تصميم المحسنوي مهم مهم بس مو كل حائط حائط كل ممكن حائط حائط يعني تشي بناء هيكلي وهذا اوكي اوكي صار مكسب احنا اذا عربنا نحكي عن تصميم المحسنوي تصميم الطابوق هنشوف انه قوة الجدار من طابوق او حتى الكولوم من طابوق او اي شيء من طابوق يعتمد على ثلاث اشياء الوحدة نفسها الوحدة البنائية يعني الطابوق المورتر المونة والربط هسه حتى لو قدرنا الوحدة البنائية نجي نفحصها واحدة ونشوف ايش قد تنكسر والمورتر هم نجيب لنا هذا المشكلة قبيما بالربط وهذا مرة جابوا كسر ومرة ما أدري شنو مرة جوينت يم جوينت ومرة كذا يعني هذه بصراحة صعبة يعني يريد لهم واحد مثلا يشوف الحائط شنو طبيعة الربطة إذا قلنا تيبيكال مثالي فالقوس كلش قوي القوس كلش قوي بس نعم لازم أكون مسافة
يعني مثلا 30 سنتيم مثلا لازم إيه ممكن يعني انا خلي المفوس يجد مده لعيفه بهالحاله سنه مده جهر. مده شو معنى هذا انا بقيس هذا الارض حائط افلش يريدون يشبرون الغرف اوكي وهذا انا الجدار إيه؟ فمن اسوي هذا القوس وعيد 30 سنتيم القوس مثلا على كل الجدار جدار عادي بس ابو ابراهيم ابو ابراهيم قال جمله مهمه هسه قبل شويه اللي هو نجرب والله كريم شو اسمه لا بس هي حقيقه ليش سالنا اقول لك شلون احنا نقدر شنو نسوي احنا هو شنو اللي يصير بصراحه مثل ما تصير الحركه تظهر على شكل كراك او يظهر يعني انا اقول لك وين راح شو يظهر مثلا يظهر هنا بالنص كراك او شيء انت راح تعرف انه وبمناسبه ترى هو مرات حتى الحركه اللي تصير يقول لك بعض الخبراء مثلا اقدم من عندنا شارع يقول لك عوفه خليه يستقر وبعدين نصلحها اوكي يعني هو انت سويت فد شيء يعني هو ده ينقل اللود بطريقه معينه انت سويت فد تغيير طريقه انتقال اللود فراح يصير يتغير راح مثلا راح يصير هناك راح يصير بس شنو بعدين شو يصير بيه يستقر يوقف فلهذا ممكن هيك تسوي فعلا ما عندك لا طبعا لا بعد ترجع هو بهاي الاكراك مثلا شفت الشبير تسوي له خياط يعني هذا تجيب له حدا يجيب له مشكله بالكراك مثلا البدايه انا ما اقدر اخلي شيء جدراني لأنه معناها الجدار هم شايل قسم من اللود اللي جاء على البيان. أنا قلت هذا يعتمد على التنفيذ نعم. وهذا يعني ما تدري. أنت هذا ما بيعرف. من أعرف هذا اعتذرنا إحنا هذا إحنا اعتذرنا هذا شفت إحنا اعتذرنا لأنه شفنا هاي القضية ويردون يفلشون كل شيء ولا نتحمل المسؤولية على بوجه مهندسين إنشائيين من الوزارة من الكذا وشو خبراء ولا عندنا خرائط ولا نعرف إيش قد شايل ثلو ولا كذا فما خاطرنا يعني بالأخير أنا ما أقول خاطر. لا تخاطر ابدا افتح فتحات بقى انت قد تقدر تثق بالواقع قد عندك دوكيومنتس وكالكوليشنز وشي كبر الفتحه الى ان شيل حالك بعدين نهائيا تكون واثق تماما والعكس صحيح ابدي شنو مثلا يعني مثلا انا ايش اقول القوس كانه ايش راح نسوي فد ايش جسر من طابوق ودنقه من طابوق انا ايش دائما افكر من اسوي انا متعرض لهي المواقف يعني مثل الله عرض من الباب أقول هاي الدنقة من طابوق مثلاً إيش قال شفت مسألتني 30 أنت مسألتني اشتغل ران جزء من الدماغ مالتي شنو الران قال إنه هاي 30 لو كان أكو جزر من طابوق 30 شو تقول هاي زينة 30 مثلاً كطابوق أو مو زينة تتحمل تعجب إيش أتخيل هيك كأنه دنقة بيم وقاعد على شنو دنقتين هسا كل ما أكو خوف البيم يكبر والدركتين شنو يمشون والفتحة شو تصير فيها تصغر والعكس صحيح واضح أعتقد أكثرنا يجوز يعني ما أدري إذا عندكم هاي الحالة مفتشين حيطان حاولين ببيوتكم يعني أو بيوت أهلكم أو شيء ومتأكد أنا كلكم طالع عندكم بعدين كراكات وشغلات وشيء لأنه شنو هذا عادة توزيع الأحمال يؤدي إلى بس بعدين شنو خلاص استقر في وضع معين ما يعني ما أعتقد أنك في حالة تطورت يعني أكثر هنا نستعين بالستيل ستراكتر هوايه كذا هنا تنحتين حديد مثلا وترس بيه هاي ننهي القضيه بعد انتهت هاي الحل الاول ابو ابراهيم يعني عنده خبره بهذه يعني لا جيب شيلمان هنا هسه هاي طبعا هذا خلينا مو كولم من طابوق من هذا كولم من طابوق من هنا وحائط اكو هنا احصرها شيء انتهت المشكله بعد جاكم خلي شيء نوعاً ترجع. أيوة يعني فلش كل شيء جواه فلش تبدي شيء ما هذا الشيء اللي. ونجيبي خمسة. جاك شنو هذا جاك؟ جاك هذا منا نادين جاك. تقصد سوبي جاك هذا؟ قاعد تخلي شيء مانه وتفلش. تزرعه طبعاً غير شيء أو شنو؟ شو سوبي جاك؟ مرات ما عندك حائط نهائياً تريد الشيء بالحائط كله. هو أنا هذا. تنكتين حديد. يعني شو اسمه علي اخذ الدنقه الحديد شو تسوي بيها خو تدفن الشيلمانه بالحيطان الجانبيه لا هو الحيطان الجانبيه هم انا تريد ممكن بس اريد اكبر الاريا هاي صايره انه حتى الحائط الجانبي هم يجي يشيله كنت تفتح كل شيء اي بتخلي الدنقه بمكانها وهاي وكان التقاهم دنقة إذا تخلي شيء ما نتغيره بالعرض وتخلي الدنقة عليهم إنها بالعرض ما يصير عندك كراك بيرتكلي أمين هذا صح إيه فتكبر المساحة اللي تقعد عليها شيء ما وهذا صح بالنسبة للي شو اسمه
قبل ما تكمل هاي ابراهيم، هاي بدي اسمع من عندك، بس هاي الملاحظه الاخيره قال كل شيء مره اخاف واحد ما انتبه لها. فكر دائما جلوس عندك ماتيريالز مختلفه، جيب الحديد ويا من ويا طابوق. واحنا كنا طابوق هو ما شنو، مو طابوق شيء صاب بيصاب، لا طابوق ومونه وربط وشي. وين راح تجي الشيء ما تقعد على يا طابوق يا علمونه، هاي هنا دائما تصير مشاكل، دائما مشاكل. فتحاول اما تزود مسافه الجلوس، تخلي بلاته فشي، شلون توزع اللود مال. انا هوايه بصراحه شايف بيوت عقاده وطالع فطر عمودي بالحائط. كان واحد احد الاصدقاء اللي عنده استشيره قلت له قاعده تتذكر هذا الكراك اكو فوق هاي شيء المانه، قال اي والله هاي شيء المانه، وبعدين بين طابق فوق وشي، طلع هاي الشيء المانه جاي عليها لود، يعني اكو جاي بضل مركز لود على هاي. شنو هي الظاهره ابراهيم؟ انا صدق المجال اسف، هاي شنو هي الظاهره؟ شوف اللود اللي راح يجي، شوف شو يسوي، حتى يكون عندك بعد نظري. الإليمنت احنا قلنا اكو بواسانز ريشيو، شوف اللود ايش راح يسوي، راح يسوي تنشن. كل ما ضغط اكثر مركز بهالمكان، كل ما شيء يصير بالإليمنت هذا يتوسع فيصير تنشن. لهذا الكراك شلون يصير جو اللود تماما. نعم ابو ابراهيم كمل. الموضوع كلش مهم شلون نقيس الكراك. جيد حلو. وهذه تعلمتها من برا، واحدة منهن شفافة واحدة منهن مو شفافة. يلزق على الكراك وبزوايا مختلفة، وهذا تخليه على هالشنية بيدك ورقة؟ ورقة ورقتين بس واحدة منهن شفافة. زين. واحدة منهن شفافة مرقمة. زين. فتخلي مثل الكراك هنا، تتزق هاي هنا وهذه هنا، فلما يتحرك يعطي قراءة معينة، فالشغلة كلش بسيطة. صح. ونرجع للش اسمه البناية اللي بالجواهر المدوين كده. إذا صبينا البين وشوية صعب نصب الكولم. لأن شلون نصب الكولم وبعدين هذا. أحسن هاي شيء مهم. شلون نصب كولم؟ أو خلي أنطي بعد مثال هم آخر ورد علينا ب. هو هذا بس هذا يعني فندق النجف الأشرف الدولي ماكو شيء شيء. أي هذا طبعا بناية تابعة وزارة التأمين. وزارة التأمين أو شركة العامة التأمين الوطنية. بالضبط أي تابعة إلها يعني، والوزارة يمكن هي ما أعرف تابعة لها وزارة حكم المحلي لسه ما أتذكر والله. عم زمن النظام السابق بدأ التنفيذ مالتها. صارت الحرب 2003 هي البناية فلات بليت وبيها كولوم كابيتال. فجاي صاروخ مطير واحد من الكولوم كابيتالز بحيث ان هذا ما قاعد كولوم هو بيناتهم، فلازم يجون ينفذون هذا. يعني اكو جزء من الكولوم يردون يكملوه وهناك صبه فوقها منفذه، فشلون راح يصبون؟ هي تفتح ويندو، تفتح ويندو صغيره مثلا او بالبي متكسر تفتح ويندو، وين عندك مجال وترجع شنو تصب من هذا المكان الى ان يمتلي، ومن ثم تجي تختمل هذا. نعم جيد. هذه الآن حقا أشياء ممتازة يعني توقعناها في بداية الدورة، أنه أكو أجيال مختلفة رح يصير هذا نقل المعلومات، وفعلا الهدف تحقق بشكل جميل. أبراهيم أكو بعد ملاحظة سلطاني تفضل. دكتور شكل الفاكهة دلنا نوع أو شكل اللودة مثل ما قلنا، شكل الإبداع نعرف إيش يعني. طبعا هي واحدة من اللي عند دورات السابقة سويتها اسمها تشخيص ومعالجة الفشل. فكلمة تشخيص هو كله يعتمد على الكراك، شكله عرضه منين بدا وين انتهى، مستمر لو ما متوقف لو كذا. هو يعني صراحه احنا انا اقول ذا الطبيب عنده اعراض مختلفه، احنا بالبناء عندنا واحد بس من الاعراض تقريبا الرئيسي هو الكراك. الكراك هو الدليل على انه شنو المشكله، تتنبا شنو المشكله. نعم نعم بالضبط. اي ترى اخواني في التسعين اشتغلت بنايه بشهر صادق. نعم يعني تطور. فاحنا مرات احنا بعدنا بداية شغلنا وهذا نستفاد من بعض الكلمات اللي نقلوها الناس الاشياء اللي قبلنا. نعم. او مثلا نقول مثلا تشبيه عربي، شلون حساب العرب اي صحيح. نعم. المعمار هو هذا شبه الكولوم مثل الرباع مع رفع الاثقال. لطيف حلو. قال رباع رفع الاثقال هذا أي. ليش يحط حزام على بطنه كونفاينمنت اي صحيح. وكذلك الاستراب اللي نحطه هو باعتبار مثل الحزام الرباع مع الرفع صحيح تمام. التايز هذا مهم، هذا حصر الكولوم. واحده من الامور يعني بصراحه عاد نشوف بحوث اللي يسووها برا
يعني كولوم دا يلفوه من هذا اللي هو شيت يسموه FRP، يعني شيء خفيف مثل النايلون اصلا، كربون فايبر، كربون فايبر لا مو ستيل، ما بيستيل اصلا، هو شيء كلش خفيف لا يلفوه ويفجرون يما قنابل وما ادري شنو. شوفوا الكولوم كل شيء ما بي تعجب. هذا كله سببه كلمه واحده اسمها كونفاينمنت، الحصر. هاي منين جايه؟ خلوني بس ابين شيء نظري يعني يفيدكم قبل المستقبل. انتوا قاعد تفحصون مكعب بالمختبر، بس احنا مع الاسف ما نفحص فحص يصلحوا له تراكسيال تيست، نفحصه بس بالتربه. لو المكعب حصرناه من جميع الجهات، لو المكعب لزمناه حصرناه، صار المكعب ما حاصري قاعد نخليه فريغ ونضغطه ونشوف ايش قاعد ينكسر. لو المكعب حصرناه ما خلينا منعناه من الحركه الجانبيه، يصير قد يكون قد قوه الستيل، تدرون هاي لو تدرون يصير جدا قوي. شنو السبب؟ محصور. لهذا منا طلعوا هو هاي يسموها الكونفاينمنت، الحصر. بقى سمي نقول عمود، منو اللي يحصر الكونكريت بالعمود؟ هاي التايز ذني. لهذا اكو سبايرال اذا شايفيه مثلا بالافلام او بالركائز بالكلام بالبال فاونديشن، هذا بعد اقوى بكثير يعني خلينا نقول يحصر. فذول اهل الاف ار بي تيجيبون هذا الشيء شلون واحد تيب وديتيب ماكو من جميع الجهات الكولوم، فيصير محصور فيصير قوته مضاعفه فيتحمل لود مو طبيعي. نرجع للبرنامج. اوكي ابتعدنا عن البرنامج لكن كل شيء مهم. زين اذا احنا سيلف ويد، وبصراحه احنا نتكلم عن نوع من اللود اللي هو فلور لود، وعرفنا الفلور لود اريا قلنا وان واي ما استعمله ما اعرف شنو فائدته، ومن ثم نجي الى البليت لود اللي بي انواع مختلفه. هسه احنا بالبليت لود شويه نتوسع. شلون نتوسع؟ انه اني هذا هسه عندي فرضا اكو هذا سرداب، ان هذا الجو هو شنو سرداب. زين هذا السرداب طبعا بحيطان، معناها هذا كله شو يسوي حيطان؟ هسه اخو حيطان هاي مو من طابوق، خلصنا من شغله الطابوق، من شنو؟ من كونكريت. فراح اربطها، اذا الحمد لله هنا الربط رجع جوين شغال ما عندي مشكله به. ماشي شلون راح اخلي اللود دفع التربه عليه؟ راح احكي ك عفوا حياه عمليه وشلون امثله بالبرنامج. بس خلينا اول شيء امثل الحائط، لان ما عندنا هسه حائط. راح اخلي حائط يعني جزء من بانل واشتغل عليه يعني كسامبل. طبعا هسه هيك ما اقدر يعني هذا ايزومتريك بصراحه. شوفوا اذا بدي اسوي ماش يعني ما اضبط النقاط، قاعد تشوفوها ما تنضبط النقاط. زين كات دائما كات عندك سهل، خصوصا هو الكات ممكن يعني تتعامل وياه ببساطه. صار شفت حتى الكولوم هنا مقسوم قسمين، راح اخذ اذا هذا الجزء احصر بالسكشن بشكل بعنايه بحيث شنو طلع لي جزء فوق ماكو مشكله. خليني هسه الان اجي ازوم اكثر لاني محكوم بابعاد. يعني هسه من اقول ماشي اشوف اكو نقاط انا ملتزم، يعني هاي عدد مال الاليمنتس لازم التزم به ما اقدر اخالفه. يجي الصح هسه العمودي اتجاه العمودي ارتفاع الطابق او ارتفاع السرداب، هذا انا اقرر الان ما مقسم المنبر، لكن المقسم اتفقنا انه كل نود لازم ترتبط بيمن بالنود اللي تقابلها. اوكي يعني بدون ما احسب راح من الرقم استنتج انا اكيد ضارب في اثنين. اي راح يطلع لنا اياها علي من بعد انا ادوخ نفسي. راح اجي هم اشتغلت كاونتر كلوك وايز بس هذا نحكي عليه بعد شويه. هسه اجي 6 مبين اني مختار 12. هذا الجديد ها؟ هي ما تفرق بس لها علاقه باللود اتجاه اللود. اسرح راح تبين اسرح اسرح اشوف جعفر بالعكس راح تصير اهم من يعني بالسلاب ما هالقد مو مشكله بس لان السلاب بي جلوبال بس هنا راح نصير محكومين باللوكال. يعني بالسلاب دائما اكو بعرض النتائج خيارين جلوبال ولوكال، بس مع الاسف بكل الوول والوول المائل والقبه وكل يعني الاتجاهات الاخرى بس لوكال يشتغل. فنجبر نتعامل وياما ويا اللوكال. ماشي هسه نحكي عليها في وقتها، خليني حتى نكمل هاي العمليه. عفوا لا هاي زين مع هذا شوف انا ما اكتفي بشي سلطان، شو اسوي؟ اقول له تعال ليبلز طلع لي نود نمبرز. انا ما اصدق انه الربط مضبوط،
إذا ما أشوف بعيني شنو النود نمبر. أكو رقمين راكبين واحد فوق الثاني ما أكو. كل الأرقام هي بهالشكل نظامية والنودات إذن نودات يعني نظامية. زين خلنا نرجع البناية الأصلية مالتي. إذن هذا الحائط ضفته وهو كونكريت إذن ما عندي مشكلة. خلنا نجي الآن شوية نحكي هنا نشوف هو اللود اللي على الحائط شلون راح يصير ترتيبه. احنا طبعا الجدران مال السراديب او الجدران اللي اندر جراوند خلنا ناخذ فديتش اكزامبل. هذا حائطنا هو بهالشكل مربوط بالرافت وهذا الرافت وهاي الارض الطبيعيه جراوند ليفل فينيش فلور ليفل الى اخره. زين الحائط مالتي وين لهنا ينتهي هذا الحائط. اللود اللي عليه هذا اللود يسموه هيدروستاتيك بريشر. كن ما حط ماخذيه بالفلويد لانه بالضبط اللي هو هنا جاما اتش بالضبط اسف هاي اتش تمام تمام. جاما شنو؟ جاما سويل كذابه التربه. تكون اعرف كذابه التربه انا دائما بصراحه اقول 18 كذا اي 20 ها اصلا كلش مبالغه حتى هي مشبعه هم بالمي يمكن هاي التربه. زين هالشي وزنها اوكي واتش هو الارتفاع بس هو هذا ذات سول لو اكو بعد فشي احنا خلينا نسال دارسين هندسه الاسس اكو فشي دفع مالت اي هذا هذا اوكي هذا حلو الملاحظه. اذا هاي يعني مرات بصراحه ما ينتبهون المهندسين اذا اكو اكو لا بالضبط احسن سلطان هنا اكو بنايه هذا له اسم شو يصيح ولا اللود سير تشارج سير تشارج لود هذا اسمه سير تشارج. زين شلون هذا شلون يسلط على البنايه مستطيل يس مستطيل بهالشكل منتظم ما له علاقه بال يعني مو مثلث هاي اذا اكو بنايه بصفه وزن البنايه توزع على يعني خلينا نقول هو بالضبط بالضبط خلينا نحكي دقيق يعني ولا خامر نفوت شويه بالكالكوليشنز والحسابات التصميميه يساوي الانتنسيتي مال البريشر مال البنايه على الاساس هذا اللي بصف اللي انت ومن بينقل الاساس وتمام. فانت تروح تشوف جيرانك شنو يا ابو اساسك يقول لك رافت كلها رافت وزن البنايه تقسيم مساحتها شو يطلع البريشر على الارض بهذا المكان فيصير هذا الانتنسيتي يدفع الحائط مالتك. هاي مهم ننتبه له. زين اوكي بصراحه يعني بصراحه طبعا هو في نفسه يصير يعني افترض التربه متجانسه بحيث اللي ينتقل منها يروح لهنا المحصور. زين بعد اكو شيء ثاني يعني مو هذا اللي بدك تقوله خلي اقول خلينا نقول هذا مو سرداب اسمعي صوت امس هذا مثلا مسبح مسبح اوكي ماكو سرشارج عمين شايفون سرشارج ما ادري غير شيء. زين هذا ماكو الازرق ماكو تقريبا راح. هسه الان من اقول مسبح ايش عندي يعني بطن المسبح مي هم عندي شنو هنا هيدروستاتيك بريشر جاما ووتر في اتش هيك شيء نص السكيل ليش نص السكيل؟ كامل الوتر نص السكيل. اسف الرسم نص السكيل لا مو هذا بس اكو فرق فرق جوهري لا لا بين مثلثين مو دائما متروس المسبح ماء دائما متروس ماء تحاول ها لا اتجاه المشكله بالتربه مو بالمي كي مال شنو الكي كرار اوكي عفوا لاني الباسيف الاكتف اسال شويه قاعد ارجع الذاكره دف انا امثلها هيك شيء بصراحه حتى ما تنسوها بعد احنا ما ندرس الاشياء بس يجوز من ندرسها او يدرسونا اياها من انا اقول انا استعمل عباره خاصه بصراحه اقول من عيش الاشياء هذه شنو يعني عيش الاشياء يعني اكو طرق لتمثيل الامور بحيث نفهمها ما ننساها ابدا. اقول احنا قاعد نحكي عن من عن جدار ساند فالشي يسند شيء مره يسند مي مره يسند شنو تربه الان اسند مي وشيل الجدار شو يصير بالمي
ينطش. قد ارتفاع عن القاع ماكو. اسند التربة شيل الجدار مثل المي تنشب مثل المي. خلينا نقول تيجي بالقاع تبدل زين. اذا اختلف نوع التراب الزاويه تختلف اصلا. جزء كوفه التراب اي شو اسم هاي الزاويه؟ انا انجل اوف انترنال فريكشن، زاويه الاحتكاك الداخلي، ويرمزونها بفاي. هو شنو يعني الجماعه هم دارسين هاي الشغله؟ هذا احتكاك بين الحبيبات مع التربه. كل ما اكو احتكاك بين اكثر هذا فالتربه ممكن تكون مستقره. هذا اكو تربه نحفرها وهي ساندة نفسها لا بدون اسناد، هي ساندة نفسها. نحفر حفره يعني احنا كل حفره نحفرها يوقع التراب راسه. لا من يكون رمل، كل ما رمل اكثر، كل ما الحبيبات خشنه اكثر، كل ما يوقع. والعكس صحيح. هذا كله يقاس بمقياس يسموه angle of internal friction، احتكاك الداخلي. لهذا هسه الان شوفوا المثال اللي استعملته، انه تسند شيء وتشيل الحائط. الان بعد تروح فكر بالحنطه، حنطه ايش بيها؟ لا خذي الحنطه ايش نسندها؟ سرداب محاط بحنطه ولا شيء؟ سايلو. صوامع. سايلو عندك مال حنطه. اسمنت كل الماتيريال ممكن. زرت فد مرة يعني كاستشاري مزرعة بالصوارة، مزارع تعرف صوارة مليئة بالمزارع، يعني شفت منه يملك هذولا أصحاب فندق فنادق، مجموعة فنادق الحمراء والسينما الحمراء وكذا شفت اسمهم. المهم هذولا كان عندهم بالمزرعة جملون شيء خزنهم ب سماد، سماد وعلف وما أدري شنو يعني ماتيريال اللي تشبه التربة. بعد فتح حائط مايل، حائط مايل، كل ما يبنون حائط يميل. هذول شو يصورون؟ انه هاي الاشياء من يجيبوها بالشفل ويجمعوها ورا الحائط، عبالهم هاي اشياء صلبه ما لها علاقه بالحائط. هاي شو تسوي؟ تدفع الحائط. يعني الحائط يشتغل جدار ساند الما. فكل مواد حبيبيه هي ايضا شنو؟ بقى هنا السؤال ايش قد تدفع؟ فاكيد ما تدفع مثل المي. الجواب تدفع اكثر لو اقل. كل ما نشيل الحائط ويبقى تبقى كتلة عالية، كل ما تدفع شنو؟ أقل. ممتاز، هو هذا اللي توصل له. صار إن شاء الله ما ينسي بعد. زين هذا شلون يحسبوه؟ تفضل سالف كرار هنا قال كي فعل أكبر. يعني هذا يكون ينضرب في كي. بعد ما أقول لك كرار تتذكر كي شنو؟ إذا تتذكر أنطيك السجائر تتذكر الحديدية. إحنا نتعامل ويا هاي الأمور. عفية أحسنت. هاي أبسط طريقة لي. عندك تحريات تربة أنت، فاي غالبا يقيسوها، فاي تنقاس بالتقارير مع المختبر حتى عندنا، فهي أنت ترى 31 كذا باختصار يطلع ثلث غالبا بين وبينكم. أكثر التراب مالتنا ثلث. واحد ناقص ساين 30 على واحد زائد ساين 30 أجل يطلع ثلث. شو إذا ثلثل دفع يعني إذا كي هملتها أنت هواين بالغ بصراحة باللود وبالمال. واضح؟ وعرفنا إيش السبب فيزياويا، يعني أكو حد عنده ملاحظة أو يعني اعتراض. واضح الآن جدار كل ما هو مستقر هذا الشيء ما يدفع الجدار مثل أسوأهم منه بالفلويدز. طبعا أنا قلت المي ما قلت عائلة المي، قلت السالفات مرة شنو نفط يمكن، قلت ما الديزل وكو هذول عائلة المي، هذول كلهم مثل المي. أوكي زين هسه شو بدنا نسوي؟ احنا طبعا خلينا هسه نرجع. هذا ماكو، هاي كلها انا ذكرتها في سبيل اوسع خيالكم الى تطبيقات اخرى. اوكي سهم راحت زين. وانا اجي هسه اريد هذا كي ثلث من تحريات التربه. ليش؟ لان فاي 30 درجه طلعت من التحريات، angle of internal friction. الان ارتفاع ايش قد كان ارتفاع؟ 4 متر اتذكر بالبنايه مالتنا. وقام على سويل 18 كيلو نيوتن. هاي خلوناها تحت اليد. ليش؟ لأنه راح نحتاج هسه بالبرنامج. أوكي طبع البرنامج مرة ثانية. زين هذا شنو ديدلود؟ وين أضيفه هذا؟ لايف
بين تراب ويمشي احتمال اتجاه او يد داد لانه ثابت اقرب هوريزون هو حسب المياه الجوفيه هوريزون حسب المياه الجوفيه بالضبط يعني هو مثل اني اسمه شنو داد لو لايف اقرب داد لو لايف ديد 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 محمد جعفر إذن لا ديد ولا لايف هذا لود جديد إلى اسم جديد يعني مو الحياة كلها لو ديد لو لايف لا أكو لا مو حكي أنا أشكال ألوان إذن أنا عندنا الآن مصدرين لتعريف أنواع اللودز الكود والبرنامج يعني تذكروا من قلنا احتمال ما يتشابه التسميات ديد ولايف متشابهات وروف لايف متشابه لكنه البرنامج يقول سويل آسف بالكود ACI ماكو شيء اسمه سويل أكو اثنين two types of load ما عرفت أضيع وقت أفتح الـ ACI هسه قدامكم عندنا اثنين واحد اسمه H واحد اسمه F إذا إحنا سموه برنامج إحنا نحكي الآن ACI ACI 318 الآن هذا اللود هل هو H H مبينة من جاي من يا كلمة horizontal خورياحم horizontal وال H لا وين ال H حرف H وين منين جاي هذا لا هذا مثلث شو اسمه شو يصح ولا بالفلويد لا لا شو يصح ولا اللود بالفلويد هذا يبدي بحرف ال H بحيث الاسم مالته واخذوا ال H منه من اسمه هيدروستاتيك شوف هاي الكلمة هيدروستاتيك هيدرو باللغة شنو معنى هيدرو من يجي كن مي زين هذا تراب على الجوهر الثاني إيه قرار سيفيدنا معلومات على الاسم على الاسم احكيني لا على الاسم خلينا على الاسم حتى شنو ننهي القضية وبعدين احتفظ على سؤالك لا شنو بصراحة الماي شنو الدفع مالته مضبوط كنا مثلث مثلث وقام اشمع بي لا كي ولا كل شيء ولا. هذا اكو ناس مثله راح نمثله بالمناسبه احنا التربه دا نقول مثلث يجوز بالماي اكزاكت هذا التمثيل لكن بالتربه شنو انا قاعد نراهم نسويها مثل من مثل الماي حتى نتعامل وياها بسهوله فلهذا حتى نجي نجمع كلهم ضمن تسميه واحده فشنو نسمي هيدروستاتيك بريشر فلهذا بصراحه هيدروستاتيك يعني مع الأسف ما تعني مي تعني شبيه المي إذن هيدروستاتيك كل لود مثلث هو شنو؟ هيدروستاتيك بريشر أوكي لهذا الكود اللود مع المي مو اتش اختار له حرف ثاني بعد ما يحتاج أسألكم فلويد إذن أكو فلويد وكو هيدروستاتيك الفلويد الاصلي اللي هو المثلث الاصلي المي واشباه المي والاكشن هيدروستاتيك فقط منه اللي هو اللي يشبه المي بالتربه الحبيبات الحنطه المدري شنو الى اخره زين الكود ليش قسم هنا بهالشكل هم كلهم مثلثات ويفضل القضيه لسبب بسيط جدا الفاكتور اوف سيفتي يختلف كل واحد هذول الاثنين واحد منهم اخو الديد لود والاخ ابن عم والاخ اخو لايف لود عشائر مو لود زين واحد منهم يتفكتر ب 1.6 خلي ما اكتب جوا حتى لا يبين والاخ منهم يتفكتر ب 1.2 لو احنا هسه قاعدين هالقعده الحلوه هاي واحنا الكوميتي مال الكود ولد نختار فاكتر للاتش وفاكتر للاف بدنا نوزع واحد نعطيه 1.6 وواحد نعطي سيفتي عالي نخاف منه والاخر نعطي سيفتي اقل خوفنا اقل من عنده منو الاتش خلي انا بدي ابراهيم شو تقول الاف نعطي عالي الاف 1.6 والاتش 1.2 مثل ابراهيم نفس الشيء الـ H تنطي 1.6
وانت قلت له افك حتى وين اساس نفس الكلام شباب انت نفس الشيء زين اي الاتش 1 بوينت اي فكتر عالي يعني المهم نقول الاتش للاتش زين اكرم اتش اوكي اذا جيد حلو في هاي الديمقراطيه قلنا منقسم نص يعني ما نتفق ابدا وهذا الشيء خلي نجي حتى نختار الجواب الصحيح خلينا نشوف المبررات ارجو ان كل واحد قال رقم يحضر له مبرر ابو ابراهيم الكود منتظم بينما الشاير مو كله يوقع وقعه واحده فننطي فاكتور اوف سيفتي اقل من الكود الكود كله يوقع جيد ابراهيم مبرر مالته جميل جدا بس خطا بالعكس هو الجواب ورحت يعني شنو انا توقعت شيء بصراحه وهذا يعني حتى دائما انا اقول اكو اخطاء احبها وهي الاخطاء اللي تعلم مو على الاخطاء اللي خلينا نقول تكسر الرقبه وكذا طبعا كنا بنحبها لكن اكو اخطاء تعلم جميله جدا حتى بصراحه بالمدرسه طلابهم يعني اثناء الصف واشرح وشي هو واحد جاوب خطا ماكو بس مو كان في نقطه الخطا هيك كذا يعني لانه يعني حد ينبه بخطا الى فد شيء ابو ابراهيم اسف انا اقول هذا الكلام يعني وجل من لا يخطئ كنا نخطئ لكنه هذا شنو معناها احنا بدنا ننظر وننظر بشكل منطقي بس مشكله الفاكتور اوف سيفتي ما مبني على هيك شيء ارجوكم الفاكتور اوف سيفتي ما مبني على اللود عالي او مو او قليل يجوز الديد لود هو اكبرهم من ناحيه الرقم او قد يكون في بنايه معينه اللود هو اكبرهم فلا تفكر ابدا تربط بين السيفتي وقيمه اللود از ماجنيتيود دونت دو ذات بما نفكر شوف التفكير الصحيح فكر خلينا نسال مبسط مع هذول شوف الجماعه يلا احكوا انتم هو نفس الشيء كتاب هم معنا الرقم ايش اختاريته اخرى هم نفس ممكن صفر بيها جوبيا صعود من زمان يعني اكثر يعني ما خطر عليه كلمة أكو مهمة ما حد يجي باله نعم نعم حسن عندك مدة بقاء اللود تتفاعل شوف هاي كل يعني أنتوا قاعد كل تفكرون بصراحة بشغلتين magnitude and location بس هن مو ذني الكلمة هي غير شكل راح أقولها اسمها uncertainty سامع بيها يا سلطان ما سامع بيها أحسن ما سامع اكو certain things شنو يعني متأكد منها عافية exactly هذا احسن تعريف انت متاكد من هذا uncertain فكروا انتم بمصداقيه موثوقيه شو تبدو مع الكلمات العربيه اللي هي ايش قدك وموثوقيه مصداقيه كذا للارقام سيفتي شو يسوون به صغروا وايش قد بالعكس لهذا تحتيته على كلنا صحيح ماجنيتيود لوكيشن كذا لكنه ذني سيرتن لو انسيرتن هيك يفكروا يمكن هسه كنا راح نتفق انه الماي جاما في اتش سيرتن ما بي خلاف بس التربه احنا جبنا رحمناها على الماي واحد يقول كي لها علاقه مدري بفاي واحد يقول وذولا شنو اسماء نظريه رانكين ما رانكين ومدري مين وذولا طلعوا نظريات مصداقية يعني أنا أجي مثلا إحنا إيش صدق خدنا هاي الصورة ليش منقارن بين dead load واللايف لود يا هو اللي أكثر وثوقا بي كرقم dead load لأنه كثافة بدينا قاعد نحسب بينما اللايف لود بس هاي الغرفة اليوم محاضرات باشر تصير مخزن مال كتب مال كمبيوترات مال مدرش ما ندري ماكو ثقة بصراحة فكل ما الثقة تقل كل ما شو نسوي بالفاكتور جيد هذا صح احنا حكينا بصراحة اشياء يعني خارج البرنامج لكن اشوف هي معلومات مهمة ان كمهندسين ان نفهم هاي الاشياء قبل ما نوفا تحكم على التغييف الخارجي حجر او كلاكين او حيصير نفس الترتيب مال التحليل مال لا 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 خش سؤال هذا الآن تغليف اللود مال التغليف إيه شلون يكون يونيفورم للأسفل لا عفوا مو أفقي
لا لا ارجوك عمودي حفل الحمل مال التغليف او اي شيء يضاف على الحائط هو وزن جرافيتي لود يعني ما هو بس راح يسوي يصير ينقل لود بالسنتر زائد شنو عزم قرميد ومايل مثلا هذني خفيفات سلطان هو شو ليش فكر عشان قال لي حجر على وقاي اللي قرميده عشان قلت له السؤال وخره هاي المواد الكربون مدري شنو كذا يعني كلش لايت ويت يعني صفر وزنهم بس لا حجر ومرمر فت 5 سنتيمات مدري شنو لا هذه مهمه بس هاي شو تصير فيرتيكال لود صح صاير على الصفحه فاذا معناها ينقل لود زائد شنو عزم تدوير بس ما يتمثل بصراحه عزم مهم دائما بين صغير يصير وكوزن كوزن بالضبط سنتر الجدار سنتر الجدار احسن احسن من الاعلى او شيء احنا العفو هسه هذه الان انتهى خل شوي نقفل خلينا نقول اي وبعدين ان شاء الله نترك احنا حصير ساعه نصف الثاني من المحاضره هاي العاشره الاخيره راح ناخذها ان شاء الله ساعه بالعشرة ونص يوم الاحد ونسوي امتحان وراها فدقيقتين بس احشركم على الامتحان ان شاء الله بس خلينا ننهي هذه تبدو المحاضرة تروحون هسه جملتين ان شاء الله انا ما ادري يسمحون هناك بعدين لو يعني مشكله نسبب لكم حرج اوكي اذا هذا بهالشكل بس بالبرنامج تسميات حتى خسر الكلام راح يصير اسمه الاتش سويل والاف فلويد هسه تشوفوها انتم وان شاء الله بالنصف الثاني من المحاضره هذه يوم الاحد القادم راح نجي ونبدا من حيث انتهينا شلون راح نمثل هذا اللود شلون نعرض النتائج ونتوسع بها هاني اشكركم على حسن الانصات ونكمل ان شاء الله في الاسبوع القادم.